بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعات قناة شيف أم آدم سعيد. مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله في إطار حلويات العيد. إن شاء الله غادي نقدم لكم حلوة تركية رائعة جدا بطريقة جميلة، كتجي هائلة هشيشة واقتصادية كذلك إن شاء الله، وكتخرج لكم بكثرة. غادي ندوزو المقادير كما كتلاحظوا. كنحتاجو أول شيء 125 غرام ديال الزبدة، يمكن لكم نتوما تضاعفوا المقادير. غادي نضيف معها نصف كأس ديال الزيت، نصف كأس ديال الماء، بيضة واحدة. غادي نضيف كذلك نصف كأس ديال السكر. أنا هاد الزلافة كتهز ليا كأس، داكشي باش كنعبر بها. وغادي نضيف هنايا حوالي 3 حتى 4 زلايف ديال الطحين، تقريبا 3.5 اللي كفوني هاد الزليفات الصغار. من بعد غادي نضيف كذلك خميرة الحلوى، وغادي نقوم بجمع العجين كله جيدا حتى كنحصل على واحد العجين اللي كتكون رطبة. نتوما راه يمكن لكم جاتكم العجينة مطلوقة بزاف، ضيفوا لها شوية ديال الدقيق. اهم شيء انكم ما تقصحوهاش بزاف، خاص العجين تكون شوية يعني باقة شوية مرخوفة باش كتجيكم هشيشة وكتجيكم جميلة ملي كطيب. من بعد ما تجمعت العجينة كتجي بهذا الشكل كما كتشوفوا، طريه وجميله. الان غادي نقوم بتحضير الحلوه ديالي. غادي ناخذ هنا كما شفتوني قسمت المقادير على زوج، لانني غادي نحضر بهم جوج ديال الشكيلات. غادي نقدم لكم شكل اخر في يعني فيديو اخر ان شاء الله، كذلك شكل جديد وجميل. هنا كنقاد هكا بحال غريبات كما كتلاحظوا، يكونوا متساويين. ومن بعد غادي ناخذ كل غريبه، غادي نبسطها بهذا الشكل هذا على شكل عمود، وغادي ناخذ واحد العود ديال الشواء كما كتشوفوا. كنحاول انني ندور عليه داك العمود، يعني فكره جميله جدا وكتعطينا واحد الحلوه اللي هي بسيطه ولكن راه لذيذه بزاف. البنات انا يلا كنهضر معكم وراه يلا كليتها، لذيذه بزاف. كنستمر دائما هكا وتنخرج كما شفتوا، كتعطيني هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، شكل جميل. كتقدروا تزيدوا عدد اللويات هكا باش كتجيكم طويله وطول من هكا. كنستمر دائما حتى كنكمل الكويرات اللي عندي كاملين او الغريبات اللي عندي كاملين ان شاء الله. من بعد ما كنكمل كناخذ واحد البيضه كامله كنخلطها مزيان، وغادي ندهن بها هذه الحلوه هذه باش كتعطيني واحد اللمعان في الحلوه ملي كطيب. فهذه نصيحه، يعني بغيتوا الحلوه ديالكم سواء غريبه عاديه واي شيء دهنوها ببيضه، فراه كتجي كيجي فيها واحد اللمعان واحد اللون ذهبي رائع جدا. غادي ندخلوها الفران درجه الحراره ديالو 180 درجه، كطيب ان شاء الله ونخرجوها باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش كتجي. الحلوه ديالي من بعد ما طابت كما كتشوفوا، هذه فقط نصف الكميه كما كتلاحظوا، كتجي بهذا الشكل هشيشه هشيشه كما شفتوا. يعني يلا بغيت نهزها وترسات، كتجي هشيشه وجميله. شوفوا كيفاش القوام ديالها ولكن لذيذه بزاف واخا انها المقادير بسيطه. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم فيديو، بارطاجيو الفيديو الا كنتم مشاهدين جدد، تشتركوا في القناه. وبسلام عليكم ان شاء الله الى فيديو اخر. بسلام عليكم، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.